السلام عليكم مشاهدينا، إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. استقبل رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائل الوكيل الإداري لرئيس هيئة الحج والعمرة شريف أحمد عباس النائلي، وخلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات الخاصة بذوي الشهداء، مؤكداً ضرورة وضع آلية جديدة تتضمن شمول أكبر عدد ممكن لأداء مناسك الحج من ذوي الشهداء. من جانبه ثمن السيد الوكيل عمل مؤسسة الشهداء، مشيراً إلى أن هيئة الحج مشرعة أبوابها ومستعدة لتقديم كل الدعم لإنجاح شعيرة الحج لذوي الشهداء. الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية يواصل العمل بفتح مقابر جديدة لضحايا الإزيديين في منطقة حردان شمالي سنجار، والتي تعد من أبشع جرائم عصابات داعش الإرهابية. مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ضياء السعدي أكد أن العمل بمقابر حردان بدأ بعد أن تم إنهاء أعمال الفتح في قرية كوجو، مبيناً أن هناك خطة استراتيجية تتمثل بفتح جميع مقابر سنجار، وكانت المرحلة الثانية هي قرية حردان، مشيراً إلى أن مؤسسة الشهداء هي المعنية بهذا الملف وبرعاية رئيسها السيد عبد الإله النائلي. بتوجيه من رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي، دائرة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق الجرائم تشارك أهالي الشهداء في إحياء الذكرى السنوية لتفجير شارع المتنبي. مدير الدائرة أحمد الجراح قدم التعازي إلى أهالي الضحايا الذين سقطوا في التفجير، مؤكدا أن مؤسسة الشهداء تعمل على قدم وساق لتقديم الخدمات لذوي الشهداء الذين أكرموا الثقافة العراقية بدمائهم. من جانبه شكر صاحب مقهى الشابندر السيد محمد الأخشالي، شكر المؤسسة على المبادرة الطيبة. بتوجيه من قبل رئيس مؤسسة الشهداء وقسم الرعاية الاجتماعية في المؤسسة بضرورة تنظيم سفرات دينية وترفيهية لذوي الشهداء، استقبلت الشعبة الاجتماعية في مديرية شهداء صلاح الدين وفداً من ذوي الشهداء من مديرية شهداء كربلاء لزيارة العتبات المقدسة في سامراء، حيث مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام وملوية سامراء وسجن الإمام، وأيضاً زيارة مرقد السيد محمد ابن الإمام علي الهادي عليه السلام في بلد. أخيراً، مديرية شهداء كربلاء المقدسة تشارك في معرض كربلاء الدولي للكتاب الذي افتتحه ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بنسخته 16 في منطقة ما بين الحرمين الشريفين. مدير المديرية سجاد الحسناوي أكد أن المعرض شهد مشاركة فعالة للمديرية من خلال عرض إصدارات المؤسسة، وتزامناً مع الذكرى 31 للانتفاضة الشعبانية المباركة، عرضت المديرية أفلاماً وثائقية بخصوص هذه المناسبة. انتهى الموجز، شكراً لكرم المتابعة، في أمان الله.